شكرا الرئيس الجليل. يعني لابد من فعلا الإشادة لتقرير هذه اللجنة المحترمة واللجان الفرعية التي أبدعت في تقاريرها، وهنا لابد من التأكيد على القرار المهم جدا، وهو اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري بناء على الجرائم المتواصلة التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وانتزاع الملكيات وتطهير عرقي واستمرار حصار غزة ومحاولة تهويد القدس بناء على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية أمنستي، والذي يصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري تخضع للعقوبات تحت قوانين الأمم المتحدة. وبما أن فلسطين هي قضية العرب الأولى، فأنني أطالب من المجلس تبني ما جاء في هذا التقرير، وكذلك دعوة البرلمانات العربية والدولية لعقد ندوة خاصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملموسة لدعم هذا القرار، قرار منظمة العفو الدولية، وكذلك ترجمة هذا القرار إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية كما ورد في تقرير اللجنة الفرعية التي رأسها الزميل الغول. أطالب بتبني ذلك وإظهاره بالشكل الحقيقي لكل الجهات المختصة العالمية. الموضوع الثاني، الشهداء الذين تحتجزهم قوة الاحتلال الإسرائيلي، هذول يتطلب منا كمنظمة في تقرير منظمة حقوق الإنسان أن يقوم هذا الكيان الغاصب بضرورة تسليم جثامين هؤلاء الشهداء إلى أهليهم استناداً لاتفاقية جنيف الأولى 1949، واعتبار عدم تسليم الجثامين